هذا المسافر أيضا له الرخصة بالإفطار. ما هو الأفضل إذا سافر، أن يصوم أم يفطر؟ نبينا صلى الله عليه وسلم أولا صام في السفر في شدة الحر، فالأفضل هو الصيام، لكن جواز الإفطار جائز، لأن الصحابة في السفر قالوا منا الصائم ومنا المفطر، ولم ينكر أحدهم على الآخر. لكن ليش قلنا الأفضل الصيام؟ نعم، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام في يوم شديد الحر. لكن هناك شرط لتطبيق هذا الأفضل. ما هو الشرط؟ من يساعده؟ ألا يؤثر على العبادة التي تتفعل. نعم، ألا يؤثر على مقصود السفر، ألا يؤثر على مقصود السفر. ما هو مقصد السفر عندك؟ أداء العمرة مثلا، فإذا صمت لم تؤدي العمرة، لا الآن أفطر، الآن الأفضل تفطر. اثنين، ما مقصد السفر؟ الجهاد في سبيل الله، لا إيش أفطر. فالجهاد يحتاج إلى قوة جسدية وتغذية، وأمامك أعداء الدين والكفار وما شابه، فتحتاج الآن، صار الإفطار إيش أفضل. أيضا حتى فيما يتعلق بالتكسب، تريد أن تسافر سفر تجارة للعمل، وإذا صمت لم تقوى على الذهاب إلى العمل، لا أفطر. إذن الأفضل الصيام بشرط ألا يعود على مقصد السفر بالبطلان أو التأثير الكامل، وهذا شيء مهم جدا. وبناء على ذلك أحبائي في الله، عندما تكون أنت في رحلة العمرة وتكون راكب في الحافلة ورأيت أحدهم قد أفطر، فإياك أن تلومه. لذا نرى بعض الإخوة عندما رأى أخاه قد أفطر في رحلة العمرة لامه، فهذا لا يلتفت إلى لومه، بل يقال له أخطأت، لأنك ما فعلت كما فعل السلف رضوان الله عليهم، فلم يلوم أحدهم الآخر. لكن انظر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس البر الصيام في السفر. ما معنى ليس البر الصيام في السفر؟ ها، إذا عاد على مقصد السفر بالبطلان، فعندها ليس البر الصيام في السفر. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر؟ ما معنى هذا؟ إنه أفطروا بس كانوا رايحين من بعمرة، أو إنه راحوا يسووا شيء أحسن من هيك. لهم أجر الصيام، أفطروا ولهم أجر الصيام. ليش قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر؟ لأنه أدوا المقاصد الخارجين عشان. نعم، هم خرجوا لمقصد شيء مهم، فأولئك الصائمين لم يستطيعوا أن يقوموا به، فقاموا على خدمتهم. فلا تشدد على نفسك، وإياك أن تفهم الشرع غير الفهم الشرعي الصحيح. تنبه، فالشرع إذن جعل عندك فسحة، فلا تشدد على نفسك.